مع هاد العجوة ديال الفرحه سي مصطفى، مبروك عليكم انتصار مره اخرى، وتاكيد يعني الرتبه الثانيه اللي تحصل عليها نادي الكسل على عيش عن جداره هو استحقاق. شنو يمكن تقول لنا؟ حيت بالامس كنت قلت لي ان باقي حلم واحد يتحقق، واش تحقق او لا باقي؟ اكيد سي محمد، اولا شكرا والف شكر، شكرا للجمهور العرائشي اللي حضر هذه المقابله وسندنا طيله المقابله. هذا اهداء لهذا الجمهور اللي كيستاهل اننا نكونوا معاه في الموعد ونعطيوه نتائج ونعطيوه الفرجه. جمهور اللي بصح كان هو السند وكان اللاعب اللي اعطى الاضافه، شكرا من كل قلبي. ان شاء الله الرحمن الرحيم موعدنا في مقابله السد ان شاء الله يكون تكون مردوديه كما العاده، تكون كل عطاء، تكون ان شاء الله النتائج اللي هي تكون في مستوى واللي في تطلعات ديال الجمهور ديالنا. شكرا سي مصطفى، ومزيد من التعلق ان شاء الله، وغادي نواكبكم ان شاء الله تعالى في البلاي اوف. نتمنوا انها تكون نتيجه وتكون سابقه ان شاء الله في البطوله الوطنيه في المغرب، باش ان مدينه العرائش تكون مكتوبه في الاسطر الاولى من في منافسه كره السله الوطنيه. الله يخليك سي محمد، شكرا جزيلا، وان شاء الله الرحمن الرحيم القادم افضل ان شاء الله. شكرا.